ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ النهاردة هنشرح التوبيك بتاع breast cancer. عندنا التوبيك هيبقى على two parts، part في slides و part في cases، ومعانا two files تانين فيهم two protocols، بروتوكول الكيموثيرابي و بروتوكول للانتي امتاك ثيرابي. ما انا كده عندي 4 files في breast cancer عشان نتابع منهم الشرح. هنبتدي اول part فيهم. أول part عندي ال staging بتاع breast cancer من stage 1 ل stage 4. عندي stage 0 دي بتبقى non-invasive، اللي هي lobular carcinoma in situ أو ductal carcinoma in situ. وعندي بعد كده ال stages 1 و 2 و 3 A دول operable، يعني هينفع نعمل عملية استئصال فيهم. وعندي من stage 3 و 3 B و 3 C دون inoperable، و stage 4 دي metastatic او حصل metastasis فيها. طب ابتدي بقى اول حاجة ال treatment options اللي عندي. اول حاجة عندي surgical option و radiation option. زي ما قلنا surgical option ده ما بيبقاش عندي غير لل stages الاولانية زي stage 1 او stage 2، وده اللي هو بنسميه breast conserving surgery او lumpectomy. وده لما بنعمله بنبقى محتاجين ان احنا يبقى followed up بالradiation therapy علشان نمنع الrecurrence تاني انه يحصل. الradiation therapy لازم تكون within حوالي 10 weeks من السيرجري، unless لو في اي contraindication تخليني ما ينفعش ان انا اعمل. لو البيشنت كمان عنده اي بوست اوبراتيف بروبلمز زي هيماتوما، زي انفكشن، بريست اديما، اريثميا، او اي حاجه، ممكن نتاخر شويه عن ال 10 ويكس دول لغايه ما يحصل ريزوليوشن ونستارت الراديشنال ثيرابي بتاعتنا. البيشنتس اللي بتاخد ادجيفنت كيموثيرابي، وكلمه ادجيفنت يعني كلمه ادجيفنت ثيرابي يعني بعد الكيموثيرابي. لما نقول نيو ادجيفنت ثيرابي يعني قبل الكيموثيرابي. البيشنتس اللي بتاخد ادجيفنت كيموثيرابي ساعتها الراديشن ثيرابي لازم ناخدها وذن 3 ل 4 ويكس من اخر انترافينوس كيموثيرابي اتاخدت. ولو بناخد حاجه زي التراستوزوماب، وده هنتكلم عنه كمان شويه، لو بيتاخد ممكن يبقى كونكرنتلي مع راديشن ثيرابي، او ناخد ادجيفنت هرمونال ثيرابي كمان تتاخد قبل او بعد الراديشن ثيرابي. هنقسم الابروتشز بتاعتنا لثلاثة ابروتشز. اول ابروتش ان يبقى عندي هرمون ريسبتور بوزيتيف وهير ريسبتور نيجاتيف. تاني ابروتش ان الهير ريسبتور تبقى بوزيتيف. تالت ابروتش ان التلاتة ماركرز ار نيجاتيف، الاستروجين والبروجستيرون والهير ريسبتور كلهم نيجاتيف او تريبل نيجاتيف. عايزين نفهم يعني ايه اصلا ايه الهرمون ريسبتور وايه الهير ريسبتور علشان نفهم ايه البوزيتيف وايه. الهرمون ريسبتور بما انه هو بريست كانسر، ما عندنا الهرمونز بتاعت الفيميل استروجين وبروجسترون بيبقى ليهم طبعا افكت على those receptors. عندي تايس من الكانسر اللي هو اول نوع نتكلم فيه، انه بيبقى فيه sensitivity للريسبتورز الهرمون الريسبتور وبتديني positive، وبالتالي انا اقدر استخدم الاندوكرين ثيرابي هلاقيها تجيب نتيجة معايا. ده لو in case ان كانت الهرمون ريسبتور positive، يبقى الناس اللي هنلاقي عندهم هرمون ريسبتور بوزيتيف هنقدر نديهم اندوكراين ثيرابي، ونتكلم عنها بالتفصيل ايه الاندوكراين ثيرابي. طب الهير ريسبتور، الهير ريسبتور هو الهيومن ابيديرمال جروث فاكتور ريسبتور. ده برضو انا لو عندي الهير ريسبتور ده بوزيتيف، في دواء اللي هو التراستوزوماب، ده اللي نقدر نديه المونوكلونال انتي بودي التراستوزوماب، هو ده اللي هيقدر يجيب نتيجة لو الهير ريسبتور بوزيتيف. لو نيجاتيف يبقى مش هندي، يبقى انا مش هسمع سيرة التراستوزوماب غير لو الهرمون ريسبتور لو الهير ريسبتور كان بوزيتيف. اخر نوع اللي هو كله الريسبتورز كلها نيجاتيف، دي ساعتها بندي الكيموثيرابي، وهنشوف انهي نوع من الكيموثيرابي في البروتوكول اللي هيتاخد.